أنا نشأت في العراق في مدينة الموصل. تشرفت بأن أكون أستاذا في كلية الشريعة بجامعة قبل أن تكون جامعة أم القرى، كانت شطر الملك عبد العزيز، واستمريت معها إلى هذا الوقت. ودرست الابتدائية في قرية اسمها قرية السلامية، ثم ذهبت إلى المدينة إلى الموصل ودرست المتوسطة. الجانب العلمي أهتم به جدا، وكنت أركز على أنه أني أستوعب. الحقيقة وجدنا الدراسة في الأزهر دراسة مكثفة وقوية جدا. أنا جايب ابتعاث ومرسل لي كذا، لابد أستفيد من كل الفرص. لكن أنا عاد خرجت طبعا من العراق في عام 1398 هجري، السنة اللي اختبرنا بيها المادتين المعهد والكلية. والله كنت أجلس 16 ساعة أقرأ. أنا سنتين درست في مصر، جمعت بين هالدبلومات، قدر الله أني أتعين فيها. الآن درست قد يكون جيلين أو أكثر من جيلين، يعني ذكرت أجيال. لا أجيال، أجيال ما شاء الله. العالم متى استشعر أنه يحمل أمانة ومسؤول عن هذه الأمانة، عندها يستطيع أن يقدم ما يخدم العلم. الطالب قدوة الأستاذ، أهم شيء في الجانب العلمي هي روح المنافسة.